Où sont les flagards? Parle! Vas-y! Parle! On va voir. Où sont les flagards? هكذا كان المستعمر الفرنسي يقوم بتعذيب الجزائريين حتى الموت باستعمال أبشع الطرق، فذنبهم الوحيد حب الوطن والدفاع عن الكرامة والحرية. العسكري يقلبك منا ويهودك منا، من يهودك منا يكتفك ليدي يكتف يدين، من يكتفك من ليدين يدخلك ليه عاود يكتفك مكرعين ويعلقوا يعلقونا هنا في هذا الدار ويدير لك تريسينتي. الحاج بلغيت هو أحد مجاهدي المنطقة الذين قام الجيش الفرنسي باعتقالهم سنة 1961، يروي لنا فضاعة التعذيب من زنزانة إلى أخرى داخل هذا السجن. كما ذول لهم موتها ومقيسات تصوير هنا يديروا لهم يقيسوهم، أنا كان اللي موت هنا في العذاب يدوه الغاب يقيسوه، وكان اللي واد حي يدخلوا هنا يمات ويدوه كل سوق يدوا بالعشرة الحمادات اللي كنت لوجو كل سوق يدوا 7 8 10 حتى 11 من السبت للسبت هنا ياخذوا عباد الله. نظرا لاشتداد لهيب الثورة فكرت في إنشاء مراكز التعذيب، ومن بين المراكز المشهورة في الغرب الوهراني هذا المركز وهو مركز سيدي علي أو ما يسمى بالكارير. إذا كارير هذا الذي مر به عشرات أو المئات من المعتقلين بما فيهم النساء. معتقل الموت أصبح الآن معلما تاريخيا باعتباره شاهدا على مختلف جرائم التنكيل التي قامت بها الإدارة الاستعمارية الفرنسية في حق الشعب الجزائري. لم يتمكن هذا المركز من استيعاب المعتقلين الذين أصبحوا بالمئات هنا، إذن أنشأت مراكز أخرى للتعذيب في مستغانة، منها مركز بلاد طوهرية ومركز حاسي معماش وكذلك في فرناكا وغيرها وعين تادلس ومزرعة دي جونسون بحجاج. تطلنا عملية الترميم هي إذا بما أن كان رمي في سنة 2004 وهذه السنة قمنا بها في ترميم هذا المركز، قمنا بترميم الدمى الموجودة داخل الزنزانات إضافة إلى عملية إعادة تهيئة الصوت الموجود داخل الزنزانات بطرق تكنولوجية جديدة بوجود خبراء خاصة في الموسيقى. المجسمات هناك بعض الفنانين اللي من ولاية مستغانم قاموا بعملية تهيئة إعادة تأهيلهم هذه الدمى. إعادة تأهيل وترميم هذه المعالم التاريخية يدخل في إطار المحافظة على الذاكرة الوطنية وترسيخها للأجيال الصاعدة.